قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يحسن في الإسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. نعم. فماذا يقصد؟ طبعا من أحسن في الإسلام لم يأخذ بما عمل في الجاهلية، هل يقصد بذلك أنه لم يرتد عن الإسلام؟ طبعا هو مشرك، كيف لم يرتد؟ يعني معنى هذا المقصود، واحد كان يسرق في الجاهلية وأسلم وظل يسرق في الإسلام فيؤاخذ بهذا وذاك. رجل كان كافرا مشركا، نعم، وعلى